أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأفضل أن يقوم الإنسان قبل الفجر بساعة ويصلي إلى صلاة الفجر، أم الأفضل أن يقوم في منتصف الليل ثم يصلي ثم ينام ثم يقوم للفجر؟ الأفضل منتصف الليل، يوافق جوف الليل، يوافق جوف الليل، هذا هو الأفضل. نعم، كل ما بكر يكون أفضل إلى نصف الليل الأخير. نعم.